بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، أسعد الله يومكم برعاية كريمة من الرئيس المؤسس للجامعة الأهلية، رئيس مجلس الأمناء الدكتور عبد الله الحواج، البروفيسور الدكتور عبد الله الحواج، وبرعاية ودعم دائم من البروفيسور الدكتور منصور العالي، يتشرف مركز اللغة العربية والدراسات الشرق أوسطية برئاسة الدكتور علي عبد النبي بافتتاح هذه الندوة الثقافية. وبهذه المناسبة يتشرف البروفيسور الدكتور عبد الله الحواج بإلقاء كلمته التعزيزية في هذا اليوم، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. واحدة من طالباتنا قبل شوية يعني تقول لي امها عزيزة، والحين كلمة تعزيزية، وعزيزة طبعا طالبة عزيزة علينا بعد الام يعني ايضا، ولذلك الحقيقة يعني دكتورة رفيقة اختارت كلمة صعبة شوي، فهل انا فعلا أعزز ما سيقوله أستاذنا وأخونا شاعر وناقد وأديب الأستاذ الدكتور علوي الهاشمي؟ شهادتي فيه مجروحة، فأنا ما أدري يرضى دكتور، كان يعني تلميذ عند أستاذنا علوي الهاشمي، ولو اني اكبر منه سنا بس يعني تلميذه. فالحقيقه الجامعه الاهليه اليوم يعني منوره وتفتخر بقدومكم، واحنا دائما الحقيقه يعني نتمنى ان يكون هذا الحرم الجامعي ملتقى لكل الأنشطة الثقافية، الأنشطة العلمية والأنشطة الاجتماعية. ولذلك ما أدري ما هو أفضل من الثقافة ومن العلم ومن الأدب، ولذلك أنا الحقيقة يعني التعبير صعب جدا عن شكري وتقديري للمركز وللدكتور علي فرحان أو علي عبد النبي فرحان، وأيضا الدكتورة الرفيقة على تنظيم هذا اللقاء. وأنتهز الحقيقة هذه المناسبة أشكر كل الحضور، وفي وجوه من زمان ما شفناها اليوم نشوفها ونرحب بها، وأقول لهم دائما الجامعة الأهلية تعتز وتفتخر ب لقاكم وتفتخر بتواجدكم، ونحن الحقيقة نحتاج دائما إلى آرائكم، نصائحكم، تشاور معكم، لأن نذرنا أن تكون هذه الجامعة الحقيقة ملتقى للثقافات، ملتقى لكل الأنشطة العلمية والثقافية. فأنا الحقيقة أشكركم شكر كثير، وأتمنى أنه يعني الساعة القادمة تكون ساعة مفيدة جدا. وأنا جاي في الطريق يعني جاء سؤال في راسي عن تجربة الموت، وقلت شنو الموت؟ في تجربة يعني ولا هو إيقاع تجربة؟ فيعني يمكن طبعا شاعرنا ودو بيتبينون لنا بالضبط المقصود ب، لأنه أعتقد هذا هو العنوان، مو إيقاع تجربة الموت في شعر الجواهري. فشدتني كلمة تجربة الموت يعني، فنتمنى أن نفهمها أكثر الحقيقة، لأن إحنا متخصصين في العلوم والرياضيات شوية يعني يمكن ما نفهم في هذه الأمور الأخرى. ألف شكر وألف تقدير، وأتمنى لكم كل التوفيق. Thank you.
شكرا للدكتور عبد الله الحواج الذي عودنا دائما على الشفافية والتماهي مع المؤتمرات والملتقيات العلمية واللقاءات لكي نكون جزءا فاعلا فيها باعتبارها من القضايا المتداخلة مع القيم الإبداعية التي يستدعي فيها الشاعر الصور المتنامية. شكرا مرة أخرى. والآن يشرفنا رئيس الجامعة الأهلية لبروفيسور الدكتور منصور العالي بإلقاء كلمته الترحيبية حول هذه المتنة، فليتفضل. مشكور. السلام عليكم جميعا، صباح الخير أو مساء الخير. الأخ الفاضل سعادة الأستاذ الدكتور علوي الهاشمي، شاعر البحرين المرموق، والأخوة الأفاضل، أنا أتذكر يعني عندما كنت شابا أسمع الأستاذ الدكتور علوي الهاشمي، أظن كان في نشرة الأخبار عدل، وبعدها سمعت لي برامج في الإذاعة في الشعر، وأنا يعني دائما أقول الشعر والشاعر هو له علاقة بشجون وشؤون الناس، شجون وشؤون الناس، وهو يعني كما تلتقط الكاميرا صورة ثابتة، الشاعر يلتقط صورة الأحاسيس، صورة الحب، صورة الحياة، صورة الطبيعة، ويبلورها في قصيدة يعني تعبر عن كأنما واحد يتحدث بلسان حالك، هكذا أنا أراها. ويعني طبعا دائما أذكر القرآن يقول الشعراء تبعهم الغاوون وما إلى ذلك، لكن لما قرأت التفسير لاحظت لها معنى آخر غير اللي احنا نتعارف عليه ونتعود عليه. الملاحظة ان دكتور عبد الله قال احنا تخصصنا علوم، انا تخصصي يعني كمبيوتر ساينس او علوم الحاسوب، ومنذ ان درست في البكالوريوس، وأول مقرر درسته كان من المقررات اللي درسناها في البكالوريوس في نهاية السبعينات في الذكاء الاصطناعي، ويعني شرح لنا الذكاء الاصطناعي predicate logic planning systems expert systems neurons كذا neural مثلاً أشياء كثيرة، وذكر لنا في وقتها أن سيأتي يوم أن الذكاء الاصطناعي بيعمل الكثير للبشر، لكن لن يأتي يوم يقوم الذكاء الاصطناعي بكتابة أو تأليف قصة أو كتابة شعر. للأسف دكتور علوي، للأسف يعني لاحظت أن شات جي بي تي الآن يكتب الشعر، وتريد أن يكتب الشعر بلغة شيكسبير. لكن حبيت أذكر شيء واحد بس، يعني على أساس أذكر شيء واحد، ان الذكاء الاصطناعي هو فعلا ما يسمى بالسيمانتكس والمعاني وتخزينها وطرق تخزين المعاني والمعلومات وطرق ربط المعلومات وطرق ربط الاشياء بعضها بعض فيستنتج منه ان شاء الله شعر، لكن الشعر لا يوجد فيه حسد ولا يوجد فيه حب حقيقي ولا يوجد فيه مشاعر. الشات جي بي تي والذكاء الاصطناعي لا يوجد فيه حسد ولا يوجد فيه حقد ولا يوجد فيه مشاعر ولا يوجد فيه تحدي، هذه كلها تتواجد في الشاعر وفي البشر. فأنا أريد أجزم أقول إن بعد 40 سنة راح يكتب الشات جي بي تي والبرامج الجديدة شعر منمق وجميل وكلمات مختارة، لكن لن يستطيع أن يعبر عن هاي الأشياء اللي موجودة عند البشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا بروفيسور منصور العالي الذي يحدثنا دوما بلغة الإنسان الواعي المدرك لمثل هذه الهواجس المتفاعلة مع المقاييس الجمالية والواقعية في آن واحد. الملتقى اليوم سوف يكون مختلفا، يتحدث عن تجربة الموت لدى الجواهري وانعكاساته على شعره، والتي سوف يحدثنا عنه بعد قليل البروفيسور الدكتور علوي الهاشمي، وعنوان
الموضوع إيقاع تجربة الموت عروضيا في شعر الجواهري. أقول أعزائي في هذا اليوم سوف نلتقي بالدكتور علوي كناقد متمرس في دائرة النقد، ونحن طالما عرفناه أو التقيناه كشاعر من الدرجة الأولى، وكم هو جميل أن يجمع الشخص بين الشعر وبين النقد، خاصة إذا كان الحديث سيشمل جمالية الإيقاع العروضي. فبنية الإيقاع التي تمثل الشكل العروضي بوزنه وقوافيه في إطارها الموسيقي المتعارف عليه هو ما سيحاول الدكتور علوي كشف اللثام عنه، وسوف يتلمس أيضا في قصائد الجواهري التي تربطها بتجربة الموت. الشعر هو الحس الباذخ الذي يلامس شغاف القلب بلغته الآسرة ومرتكزاته المتماهية مع بيادر حصادات من الإبداع في أناقة توظيفية لافتة. سنستمع اليوم في دراسة أحسبها فريدة ومتميزة ولافتة جدا للدكتور علوي، بغرض الوصول إلى نبض الوجدان للإعلان عن الرغبات المكبوتة في حيز ما يسمى بالمسكوت عن في تجربة الجواهري. ترى ما هو المسكوت عن؟ هذا ما سنعرفه بعد قليل في دراسة ثرية ومختلفة بزخم فتح لنا من خلاله البوابات الجمالية على مصراعيها، وهي فرصة ذهبية طالما انتظرناها منذ زمن طويل. والآن ننقل الميكروفون إلى الدكتور علوي الهاشمي ليقدم لنا سيرته مع الإيقاع. لاحظوا حتى تقديم السيرة مختلف، طلب مني ألا أقدم السيرة العادية لأنه سوف يقدم سيرته مع الإيقاع مشكورا في 10 دقائق. بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله مساءكم. الحضور كثير بقلته، قلة عدده، لأن كثير بن كثير عزة يقول لي حبيبته، وكان يلقاها كل كذا شهر كذا، يقول لها: وكثير منك القليل المهنى. وأنتم هذا القليل المهنى. أول شيء أريد أشكر الجامعة الأهلية القريبة إلى نفسي منذ أن كنت أمين عام التعليم العالي، وأشكر الدكتور عبد الله رئيس مجلس الأمناء مؤسس الجامعة، لأنني عشت معه منذ 70 عاما. صحيح كان عمري 5 سنوات وهو عمره يمكن 2 سنين أتذكر، أو سنة. بينك وبين جواد كم سنة؟ سنة ونص. إذن كان 70، الحين أنا 75. سيرتي الذاتية مش الخاصة، العادية بتطلع، لا تخافين، في الدردشات وكذا. فلماذا نثقل يسوي صوتي؟ أنا منخفض، ما أدري والله. رئيس الجامعة موجودين هنا، الرئاسة
ويتصرفون في الميكروفونات الحديثة لازم. وأشكر أشكر على كلمته اللي تضمنت حيرة فكرية سأرد عليها الآن قبل ما أدخل في المحاضرة عن تجربة الموت. لماذا كلمة تجربة؟ وقد وفر علي هذا الرد الدكتور منصور رئيس الجامعة، لأنه رد علي، ويبدو أن التناغم بين رئيس الجامعة ورئيس مجلس الأمناء تناغما يعني حقيقيا، لأنه واحد يرفع واحد يكبس. قال الرئيس دكتور منصور عن كتابة القصائد بالطريقة التفكير الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي، وأجاب عليه الدكتور عبد الله بكلمة تجربة ووضعها حيرة. الشعر لا يكون شعرا إلا حين يكون يمر بالتجربة، بل الإبداع كله إن لم يمر بالتجربة لا يكون إبداع. خذ مثلا الموناليزا، رسمة الموناليزا، طبعه طباعة لا تختلف عن الأصل، لكن نروح إلى المتحف في باريس راح تشوف طابور طويل ينتظر دورة لكي يكحل كل منهم عينه بالموناليزا، مو عندهم الموناليزا الثانية ما تختلف. هذه التجربة اللي في اللوحة هي اللي تنتقل، لأن هي قسمة ليست ضيزة بين المتلقي الإبداع وبين مرسل هذا الإبداع. هذه العلاقة لا توجد نقطة التقاطع دي إلا في عملية التجربة. إذن تجربة الموت عند الجواهري هي تجربة. مات 4 مرات الجواهري، لذلك أنا اخترت القصائد 4 التي يموت فيها الجواهري، كل موت بشكل مختلف، وكلهم متصلين بروح الجواهري. طبعا التجارب الموت كثيرة عند كل واحد منا، لكن لا تسمى تجربة حتى تعصر القلب والروح والعقل والفكر. وليس كل موت يعصر هذه الأشياء عندنا، يعني لما يموت واحد مثل أمه أو أبوه أو كذا يعني يعصر حياته، هذه تجربة. هو يموت، هاد كيف يكون رياكشن للموت؟ هذه هني اللي أنا سأتكلم عنه مع شاعر كبير، هو شاعر الأمة العربية كما أطلق عليه طه حسين، أطلق عليه شاعر الأمة، ووقف عند ما سمع شعره في أحد الأبيات، وقف بين الجمهور وقال لا أجلسوا وأنا أسمع هذا الشعر، وأطلق عليه منذ تلك اللحظة شاعر الأمة العربية، فنقلنا من المتنبي شاعر الأمة التراث المعروف إلى اليوم إلى محمد مهدي الجواهري. أنا التقيت مع شاعر الجواهري أكثر من مرة، وكنت ضمن من حكم بفوزه كشاعر العرب في أحد الجوائز العربية الكبرى، وحدث جدل حول هذه المسألة، ليس هذا وقت
تفصيله. لكن علاقتي به حسسني بتجربة للموت، وأنا أقرأ قصائد الموت عنده وهي كثيرة. الجواهري يعني آلاف مؤلفة أبياته، وقصائده يمكن 444 حسب الوردة في البحث هنا. سأتطرق لمثل هذه الأشياء. سأقدم نفسي من زاوية اهتمامي بالإيقاع، لأن هذه المحاضرة عن الإيقاع، ثم سأربطها بتجربة الموت التي قدمت عنها قليلا الآن. ماذا تعني التجربة؟ أنا بالنسبة لي سيرة الإيقاع سيرة خاصة في حياتي، هي وسيرة أخرى كسيرة الألوان، وترتبط أيضا بالإيقاع. سيرة الألوان عندي ترتبط بالإيقاع. أكاد أقول كل شيء في حياتي منذ طفولتي يرتبط بالإيقاع. لا أدري إن كان الدكتور عبد الله لاحظ هذه المسألة في حياتي، بس كان أكيد صغير أصغر مني سنا عمرا، وما لهذا السبب ما يكون لاحظ هذه المسألة. ابتدت سيرة حياتي مع الإيقاع بمرحلة قراءة دار صادر كتب أو مؤلفات دار صادر للنشر ودور مؤلفاتها. أي بس ما أقدر يعني. طيب، فمنذ أوكي، منذ يعني العاشرة أو قبيل العاشرة ربما 9 8 لا أتذكر جيدا، بدأت علاقتي بدواوين الشعر العربي لدار صادر للنشر، وهذه مختصة في إصدار دواوين الشعر العربي معروفة. وأنا أتحرك يبدو في الشعر منذ وقت مبكر، يعني قبل العاشرة أكيد. فكنت بالصدف عند مكتبة المحوزي، وكان يستأجر الدكاكين من ملك أبي والدي العمارة اللي فيها، وكان صديقا للوالد، فيمر عليه كل مساء، كل ما طلع من الدكان يمر عليه المكتبة وأنا أكون هناك في الصغر يعني. وأنا ما رحت للمعلم للكتاتيب قبل المدرسة لأنه كان طردني مرتين أو ثلاث، يعني شقي كنت أو أتساءل كثير يمكن ما أدري. فأخذني الوالد دائما وياه إلى الدكان، وأنا ابن يمكن 3 سنوات اللي العمر اللي يدخل فيه المعلم الواحد. فنصيبي انه ان يعني هذا، واطلع على هذه واقول له اريد هذه الدواوين واحده منهم، كل مره مر علي واخذ اقعد اتصفح فيها. اللي صار انه انا اتصفح هذه الدواوين واحاول اقرا، طبعا صار عمري 10 سنوات ودخلت المدرسه يعني من 6 سنوات، فاحاول اقرا ما افهم كثير ما أقرأه من القصائد، بس لفت نظري شيء ما كنت أعرفه ما هو، ما كنت أعرف ما هو هذا الشيء، إلا هو عندما أنتقل من قصيدة إلى أخرى أرتبك ما أعرف كيف أقرأها، يختلف علي شيء لا أعرف ماذا.
بعد بيت بيتين ثلاثة استقيم هذا الشيء وأمشي فيه لآخر القصيدة. عندما أخلص القصيدة أروح للقصيدة اللي بعدها بطبيعة الحال يعود هذا الشيء يرتبك عندي يتغير. أنا ما أعرف ما الذي يحصل. هذا الشيء عندما كبرت علمت عندما بدأت أكتب الشعر عرفت بأنه الوزن الإيقاع يختلف من قصيدة إلى قصيدة. ما هو هذا الإيقاع؟ عرفته لما درسنا الإيقاع أول مرة في المدرسة. أتذكر أني قبل لا أدرس الإيقاع كتبت إحدى القصائد وأنا دائما أستعين بالمنجد، وهذه موجودة الخاصية شغفي بتقليب صفحات المنجد منذ صغير، فأخذ من المنجد الكلمات الصعبة وأحطها في قصائد. تذكر واحدة من هذه القصائد وديتها للأستاذ عن الشحاذ اللي يحمل على يمشي ويحمل قاحزات زمانه كقثاثه المتقشب. يعني هذه يحتاج له، راح الأستاذ يطالع المنجد، هم كلهم يحطون منجد الأستاذ على كل واحد على طاولته، طالع يمشي وقاحزات شافع مصائب يحمل قاحزات زمانه كقثاثه اللي يجمعهم الأشياء اللي ما لها معنى المتجدد يجدد يمسحه وكذا. وأنا جاي له في الابتدائي أو كذا وعاطلنا هذه القصيدة، قال هذه من أني وبحر، أنا أول مرة يسمع كلمة بحر وإحنا من البحرين يعني محاصرين بمفردة البحر مرتين يمينا وشمالا. فقلت له من البحر المتوسط أو الأبيض أو كذا، فرمى علي القصيدة قال لي شفت أنك عبيط لما تكتب قصيدة أنت كاتبها جبالي. قلت إن شاء الله. المهم هريت قصائد عقب إلى أن جاءنا في الخامس ثانوي أعتقد أول مرة يدرسونا العروض، أول مرة ودرسونا للبحر. أنا كنت وقتها قرأت في بعض كتب، انتبهت للمسألة دي من قراءة دارنا صادر وكذا، بدأت أنتبه لعملية البحر وسؤال الأستاذ البحر، فبدأت أتعلم البحر شو يعني. بس انتبهت إلى أني أنا قصائد اللي كتبتها كلها لحد الخامس ثانوي كلها فيها البحر، وأنا ما أعرف أن هذا البحر له خصائص يعني تعلمية أنا أعرفها من غير ما تكون بحر. أكتب القصيدة تطلع على الإيقاع اللي كنت أحتار فيه وأنا أقرأ قصائد دار صادر، فيطلع مرة على هذا ويطلع مرة على ذاك، لكن وصرت أبدأ أفهم أسماءها. حتى لما في الخامس ثانوي جاء أستاذ اللي يعطينا لأول مرة العروض وكتب لنا واحد من مصر شقيقة صوته جهوري وعنده خط جميل ويكتب القصيدة 4-5-6 أبيات منها على اللوحة بخط جميل ويكتب فوق اسم البحر، فكتب اسم البحر الوافر أعتقد وكتب القصيدة، فهو يشرح فمر على بيت من الأبيات. قلت له بين الطلبة قلت له أستاذ هذا مو بحر الوافر، هذا الهزج أو الهزج. قلت له الوافر شي من الهزج. قلت له الوافر شي من النوع. ما اهتم، رد رجع مشى في البيت الثالث اللي بعده. قلت له والله مو هذا البحر. فالتفت كذا شوي يعني اي زعلان، قال مين اللي قال؟ كلهم علوي علوي علوي.
بص ليش كده وتابع تابع. جت مرة اللي بعدها وقف قال تعال. من فين عرفت ان ده مش الهزاج الوافر؟ قلت له استاذ من النقطة اللي انت حاط عليها الطبشور، من المكان اللي حاط عليه الطبشور. قال من دلوقتي واللي جاي انت حتشرح لزملائك العروض. ذولاك سكتوا، الفتنة ما حد قال شكرا ولا شيء من الزملاء. المهم هذه مرحلة من المراحل. طبعا للمحاولات الأولى في كتابة الشعر قلت لكم مثال منها، شغفي بتقليب صفحات قاموس المنجد أعطاني ثروة لغوية وحب للغة العربية وتصور اللفظ كائنا حيا. دي الأساس، إنه اللفظة ليست لفظة كما هي عند كل اللغات الأخرى. طبعا أنا درست الفرنسية الإنجليزية كذا على حسب تطوري في الدراسة، بس ما حسيت باللغة بالمفردة فيها كالمفردة العربية. طبعا وأنا كبير عرفت بأن اللغة العربية هي اللغة الوحيدة في العالم الاشتقاقية. الاشتقاقية معناتها أن فيها روح تربطها بكل عائلتها اللي موجودة كما تربط الإنسان. يعني يكفي فقط أن تشوف ملامح أي إنسان فتعرف أن هذا من العائلة الفلانية فلانية. لأن خاصة إذا تعرف أنت هذه العائلة أخوه عمه قاله كذا وكذا فتعرف أن هذه من العائلة الفلانية. تماما في المفردة العربية هكذا، فتعرفها مثلا تبدأ من إذا مثلا اسم فاعل اسم مفعول صفة مشبهة مش عارف إيه كذا، ثم تعرف التقليبات اللي تمر بها. ضرب فهو ضارب ومضروم وتضارب وضريبة واستضراب وإلى آخره، فتهتدي إلى العائلة كلها من مفردة واحدة والمفردة من فرد يعني واحد. أوكي، فرد في العائلة وفرد في اللغة. هذه كثير فادتني. أنا إن شاء الله مرد كثير، إن شاء الله تتاح فرصة أخصصها لسيرتي مع الإيقاع. يعني الآن بستمر على العناوين، الاهتمام بإحداث، هذه مسألة مهمة. يعني أنا عرفت لما عرفت الأوزان وأنا أكتب عليها بعد ذلك، عرفت أني أنا كنت أكتب عليها قبل ما أعرفها، فأصبحت الآن عندي مشكلة أيهما أجمل، هذا الذي عرفته أم هو أجمل كان أجمل قبل أن أعرفه؟ فصار عندي إحساس قوي، عليكم السلام، صار عندي إحساس قوي، شعور قوي في حبي لما قبل المعرفة، إنه ما قبل المعرفة أجمل من قبل المعرفة العلمية يعني العقلية، لأنني كنت أعرفه عبر التجربة. وهنا نعود إلى كلمة التجربة التي لا تحدث في الذكاء الاصطناعي، ليس فيها هذه الحالة التي قد تصل إلى الموت كما هو موضوع اليوم. ولا يوجد الموت في الذكاء الاصطناعي دكتور منصور؟ يوجد الإنسان، هل يموت؟ لا يموت. شفت، كان رب العالمين يقدر يخلينا احنا ما نموت، لكن يعرف جيدا
أن حلاوة الحياة بانتهائها وليس ببقائها. ومن سألت إبراهيم العريض رحمة الله عليه في أنا أسمي لأبي الأبي الروحي إبراهيم، كنت أشوفه كل يوم في السوق أو في وزارة الخارجية، كنت أزوره في آخر الأيام قبل ما يتوفى فترة بسيطة وأدعو له بالصحة وطول العمر. قال يا ولدي لا تحبني، لا تدعو لي بطول العمر. قلت له ليش أستاذ؟ قال لي إن لم يبقى أحد من اللي أعرفهم يعيش وأشوفهم وأجدد الحياة. ما في الحياة، ما عاد فيها شيء. هو مات قريب 100، أقل شوي. هذا ينقلنا إلى الجواهري. الجواهري عاش 100 سنة، من 1897 إلى 1997، وهو أيضا لما عرفت بأن التعرف على الإيقاع أجمل من معرفته، فتساءلت لماذا؟ هنا اهتديت إلى أن التجربة نفسها الحية هي التي تجعل الإبداع، ودون تجربة لا إبداع. ولذلك تشوف كثير من اللي يدرسون عندنا الإيقاع أو العروض يكتبون شعر، أكثرهم يكتب شعر، لأن من الصنعة والشرح والمعرفة اللي تحدث يكتب قصائد، لكن نادرا ما يكون بينهم شاعر، نادرا. ليش؟ لأن الطبقة العقلية تغطي وتعمي عيون القلب اللي تغني عليها نجاة لما سمع الأغنية. فأنا صرت إذا أكتب القصيدة العمودية لابد أن أغير فيها شيء، أحدث فيها جديدا، لازم. هذه مسألة. مثلا كان عندي قصيدة كتبتها، قرأها يمكن سنة 70، قرأها ما تمشي مع النبي. جميل جميل. قرأها الدكتور غازي، واحنا جالسين في نادي الأهلي أتذكر، مع مجموعة من الأدباء الشباب ذاك الوقت بعد ما أسسنا وصرت الأدباء. فقال لي شوف يا دكتور علوي، أنا القارئ للشعر العربي جيد متابع، وهو صادق في ذلك، قامة كبيرة ثقافية دكتور رحمة الله عليه. قال وقد قرأت قصيدتك التي نشرتها من يومين في الأضواء أعتقد، وكانت على البحر البسيط. أنا لم أجد هذه الصيغة اللي أنت كتبت بها في كل الشعر العربي. هذا شهادته هو رحمة الله عليه، لا أتبلى عليه. وسأقرأ منها يمكن بيت أو بيتين علشان تجدون أو تحسون ما يقصد غازي القصيبي، خاصة عندكم متخصصين في الإيقاع أو الذي آذانهم موسيقية تكونت كما تكونت عندي عندما قرأت قصائد دار صادر. اللي كنت ما أعرف شو يختلف كان هو الدوزنة اللي يغير صاحب العود، دوزنة أوتارة كل ما طلبوا منا أغنية من الأغاني يدوزنها من جديد ويعزف، هو ده اللي اختلف. فأكيد أنتوا في آذانكم هذه الدوزنة من سماع الشعر وكذا.
أقول في هذه القصيدة هي بعنوان اشتقت للميعاد، يسيل على التلفون، هي مكتوبة على صوت يأتيني في التلفون، يسيل صوتك لحنا راعشا ثملا عبر المسافات يأتيني بلا ميعاد، يعطر الليل من حولي ويسرقني على جناحين من غفو ومن إسهاد، فلست أدري إلى أي الدنا سفري، ولست أدري إلى أي المنى أنقاد، ترقرقي يا نوافير الشذا بدمي، قلبي قضى ظمأ يا نبعتي أوكاد، فصوتك الهامس المائي يسكرني، يصب في شفتي الشعر والإنشاد، يميت يحيي، وفي الحالين أعشقه أعشقه، أغار ما بين سحر الموت والميلاد، متى أراك، متى أراك فأروي من شذاك دمي، يا عيد قلبي متى يا أطيب الأعياد. طيب أنا أتصور الوحيد اللي يحمينا من الهرم هو الشعر. عندي قصيدة قلت فيها: لماذا يهرم وجه العصر ولا يهرم وجه العشاق؟ طيب الجد هالله هالله عليه، وهالله هالله على الجد الآن، وندخل في الموت. هو يعني هو أنا حنجو منها؟ في حد حينجو منه؟ طيب ايه بنغير الآن، ايه وين راح الحين هذه؟ صورتي مع الجواهري، لي صور كثيرة معه لم ألقى إلا هذه طبعا أنا اخترت للشعر كما ذكرت بشكل عابر 4 قصائد لأنها تمثل حقيقة كتلة واحدة من تجربته الشعرية، من التجربة الشعرية، لذلك التجربة هنا أساسية في الشعر. وأنا شخصيا كناقد الآن لهذه السنوات الطويلة لا أستطيع أن أعمل نقدي إلا فيما هو حي يعيش تجربة في الشعر، لا أستطيع أن أتفاعل مع قصيدة ميتة، قصيدة حية. ناس كثيرون يلوموني على ذلك، لماذا؟ أقول لهم لا أستطيع، الذي أترك القصائد الأخرى لمن
يعني يتفاعل معها، أنا لا أتفاعل معها، ربما أكون مخطئ، بس هذه أنا شفتها عند بعض النقاد العالميين يذكرون نفس الشيء، وأنا لست منهم، لكن هذه شهادة لما أعلم. القصائد الأربع، أول قصيدة كتبها في موت زوجة الأولى وكانت شابة، وعمرها 20 سنة، وراح وذهب إلى في مؤتمر علمي في بيروت، وتوفيت لعارض صحي نسائي. تم الاتصال بعرف الخبر، فجاء منزعجا، لكن لم يصل إلا بعد 2 أو 3 أيام وقد دفنت، ووقف على قبرها. هو كتب القصيدة، كتب جزء من القصيدة في الطريق، لم يستطع أن يقاوم التجربة هذه، قاسية قاسية جدا. وهنا التجربة، هنا الموت الذي دخله بكله الجواهري. هو جاي كتب جزء كبير من القصيدة، ثم عندما وصل إلى القبر أكمل القصيدة. القصيدة أنا لما أقرأها أبكي، لا أستطيع، ولذلك اتخذت لي حلا إلكترونيا لأن نسمع الشاعر وهو يقرأ. أنا جئت قبرك وكانت في لثاء أول شريكة في حياتي والدة فرات، وقد أعجلها طارئ نسائي لم يبهلها وهي بنت 20، سوى أيام 3 وأنا بعيد عنها في غربة في لبنان. توثيق، توثيق اللي قلت له. في ذمة الله ما ألقى وما أجد، وهذه صخرة أم هذه كذب، قد يقتل الحزن من أحبابه بعدوا عنه، فكيف بمن أحبابه فقيد؟ قد يقتل الحزن من أحبابه بعدوا عنه، فكيف بمن أحبابه فقيد؟ تجري على رسمها الدنيا ويتبعها رأي بتعليل مجراها ومعتقد، أعيا الفلاسفة الأحرار جهلهم ماذا يخبي لهم في دفتيه غد. طال التمحل واعتاست حلولهم، وما تزال على ما كانت العقد، يكفي يكفي يكفي. طبعا هذه القصيدة الأولى في زوجته، وواضح من صوته من كلماته التي سأدخل في أبياتها الأولى هذه بالتحليل، لكن بعد ما نمر على القصائد الثلاث الأخرى فنرجع هذا إلى القصيدة الثانية. أجب أيها القلب، بعد هذا هذه التجربة القاسية على قلب الشاعر، يبدو أنه مس العصب الشعري في هذا القلب. لأول مرة هذا الشاعر العملاق الذي لم يكن يسكت يوما عن قول الشعر صمت عاما كاملا، لم يقل بيتا واحدا، فاضطرب وأزعجه هذا التوقف
وخشي بأن يكون موت الشعر فيه. أتصور أن يموت الشعر في الجواهري، وحس أن سيعير الجميع ولن ينظر إليه، والكل سيقول له وين الشعر، وينك الشعر، معقول؟ وربطت أنا بين توقف عن الشعر وموت انفراد اللي هي في القصيدة الأولى هذه. الآن نستمع إلى بعد عام، بعد عام كتب هذه القصيدة، يخاطب قلبه. عجب أيها القلب، لماذا الشعر يتوقف عند الشاعر الحقيقي ويركض عند غير الشعراء؟ يكتبون يكتبون يكتبون. سمعنا القصيدة، هذا من باب التوثيق. عجب أيها القلب ومناسبتها أنني لأول مرة في حياتي الشعرية سكت سنة كاملة، وكان سبب ذلك تأثري وانفعالي بفقدان شريكة حياتي الأولى الجميلة التي ذهبت وهي في ربيع الحياة، فتفجرت لأجل أيها القلب. وإذ القوافي زاهيات المطالع مزامير عزاف أغاريب ساجئ، لتاكل بأفواه الرواة نوافد إلى القلب، يجري سحرها في المسامع تكاد تحس القلب بين سطورها. وعيد القوافي زاهيات المطالع مزامير عزاف غريب ساجع، لطاف بأفواه الرواد نوافذ إلى القلب، يجري سحرها في المسامع تكاد تحس القلب بين سطورها، وتمسح بالأندام مجرى المجامع، تكاد تحس القلب بين سطورها وتمسح بالأندام مجرى المجامع. فرنت بلوم اللائمين وقولهما أنت إلى تغريبة غير راجع، أنت تركت الشعر غير محاول، أن الشعر إذ حاولت غير مطاوع. طبعا في بعد في الأبيات هناك أبيات تدل على علاقة هذه القصيدة بموتها، وكأنما يعني أن هي ما شافت أيام، ما لحقت عليه على أيام قوته. طيب، هذه تجربتين مترابطتين جدا، واحدة مرتبطة بالأخرى، صارت في 1947 في العراق ثورة، فمظاهرات كبيرة، وقتل فيها شقيق الجواهري الشاعر واسمه جعفر. وقد عندما أحضروه إلى البيت كان الدم يشر من صدره، ودخل هو في الحجرة مع الغرفة وكتب القصيدة. تعلم أم أنت لا تعلم، يخاطبة واسمها يعني أخي جعفر، كأنما يريد يسمع حتى عنوان القصيدة، كأنما يريد يصب في أذن جعفر قبل أن موت أو كذا. أتعلم أم أنت لا تعلم بأن جراح الضحايا فمو؟ اسمعها.
لا 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 الثالثة 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 إذا الرابعة أخي جعفر لا لا أتعلم أنت لا تعلم نعم لا. لا موضوعة موجودة 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 لقد أسرع موجودة موجودة في جعفر وهي في رضا شهيد جعفر أخي الأزرق شقيقي الأزرق وقد رمي بالرصاص حتى الموت توفيق يوم الثورة الدموية ضد معاهدة بورتسموث وقد وقع على جسر الشهداء سريعا وكان يومه مشهودا أتعلم أم أنت لا تعلم أتعلم أم أنت لا تعلم بأن جراح الضحايا هم أتعلم أم أنت لا تعلم بأن جراح الضحايا فم ليس كالمدعي قولته وليس كآخر يستفحم يصيح على المدفعين الجياع أريق دماءكم تطعم ويهتف بالنفر المهتعين أهين لأمكم تكرم أتعلم أم أنت لا تعلم بأن جراح الضحايا فم ليس كالمدعي قولته وليس كآخر يسترحم يصيح على المدفعين الجياع أريق دماءكم تطعم ويهتف بالنفر المهتعين أهينوا لأمكم تكرموا أتعلم أن رقاد الطغاة أثقلها الغم والمأثم وأن بطون العتاة التي من السحر تهضم ما تهضم أتعلم أن رقاد الطغاة أثقلها الغم والمأثم وأن بطون العتاة التي من السحر تهضم ما تهضم وأن البغي الذي يدعي من الطفل ما لم تعز مريم ستنهد إنفار هذا الدم وصوت هذا الفم الأعجم أتعلم أن جراح الشهيد تدل عن الثار تستفهم طبعا واضح انتماء هذه القصيدة إلى تجربة الموت في حياة الجواهري يعني القصيدة الثالثة اللي كادت تقتل الجواهري أو قتلته لكنه لم يلحق بأجله آخر قصيدة في تجربة الموت هي في قاع هذا الموت يعني ما
بدأ يدخل تجربة الموت بثلاث طبقات، وهو في يدخل هذا البئر المظلم اللي اسمه موت، إلى أن وصل إلى قاعه الخاص بموته هو. بموته هو. وأنا سمعته وهو يقرأ هذه القصيدة أول مرة في المربد الثاني، وكان لتوه عائدا من المنافي الذي قضاها قبل، وقرأها. وستجدون في بيت من الأبيات يبكي. راجعت هذه المسألة في كل القراءات التي قرأ القصيدة كلها التي نشرت له في اليوتيوب وكذا، عندما يأتي ذلك البيت يبكي. نسمعها اللي تكررت عليك هي التي هي الأجل وكل مصيبة ملل، لقد أسرى هي الأجل وكل مصيبة ملل وكل مصيبة من دون غاية مصنع خشين. راح أشير للبيت اللي يدمع فيه. وخلق طيره جنسا كما يتقاصر الحجين. أقول وربما قول يدل به ويستهل، ألا هل ترجع الأحلام ما كحلت به المقل. هذا البيت يمسح دموعه. عند البيت أنا سأعطي فكرة تحليلية لهذه القصيدة الأبيات. المايك. أنا طبعا الباحث المكتوب في ما يقرب من أكثر من 70 صفحة ما راح أرجع له. الوصف اللي وصفته في القصيدة تحت القصيدة إيقاع مجزوء الوافر وقافية اللام مضمرة الروي. أولا هذه القصيدة هي الوحيدة من بين القصائد الأربع، الآن أنا أتكلم عن تجربة الموت الأربع اللي جاءت كتلة واحدة وتجربة، القصيدة الوحيدة التي جاءت مجزوء. والبحور المجزوءة عند العرب في حالة الغنائية، في حالة الغنائية. والغنائية هي ليست الفرح، حتى الحزن يأتي في الغنائية، بل يتغنى به أكثر من الفرح. وأتذكر أنا ولم أكن أعلم عندما لأول مرة أشارك في العراق، وقلت لهم من أين يجيء الحزن إلي وأنت معي، امتصوها امتصاص إلى اليوم. قال إحسان عباس عندما نقدها
أو اختارها من بين القصائد اللي سمعها في المساء في المربد، اختارها هي وقصيدة لمحمد البيتوري، فقال هذا الغناء عجيب وهو مكتوب هناك لكن في الإيقاع خاص بي، مو في بيت في من أين يجي الحزن للكتاب، الكتاب من أين يجي الحزن. ورا الكتاب أنا حطيت كلمة اللي كتبها، من أين يجي حزن غيره، دواوين في لما ايوه شوف هذا المكتوب، هذا المستشرق، هذا اللي في الوسط، اي هذا احسن عباس، احسن عباس. فاضربه هذا الحزن، ومن التجربه منذ سنه 71 إلى اليوم شعرت بأن العراقيين أحبوا هذا البيت ومن ثم القصيدة بسبب هذه الغنائية الموجودة في اللازمة تتكرر في القصيدة وظل يكررها إلى اليوم. هذا من حظي، يعني من حظي، لأن الذي يرفعه العراق شاعرا فلا يستطيع إلا أن يصدق أنه شاعر. هذه حقيقة، هذه حقيقة مش لي أنا، هي دليل عليها. أين ابتدأ الشعر الحديث؟ هذه الأيام يحتفل بالمئوية لنزك الملائكة، وأنا مدعو للحضور هذه المئوية بسبب من أين يجي الحصن الذي ما زال في ذاكرة العراقيين، وقد دعوني بالصفة الرسمية أن أنت نعرفك من خلال من أين يجي الحصن، ما يصير سياب من فين والجواهري من فين. الشعر نبعه في العراق ومصباته كثيرة وروافده كثيرة. صح هناك شعراء كبار أيضا مع نازك في مصر في لبنان في كذا كبار وأسسوا، لكن الريادة والتأثير والانطلاق هي من العراق شئنا ما بينا. أنا أقول يا ريت من البحرين بقى لكن المهم 10 دقائق انا اقدر اخلص بدقيقه اذا تريدين 10. زين ليت للجمهور رايا. ان شاء الله يكون الجاي تحليل هذه الغنائية المعجزة، لأنها تقوم على التغني بالنقيض. يتغنى الإنسان وهو يموت، لقد أسرى بي الأجل وطول مسيرة ملل، وطول مسيرة من دون غاية مطمح خجل. بعدين لما يوصل إلى ما لم يذكر هنا، لما يقول سلاما أيها الندمان إني شارب ثمل، سلاما أيها الباقون إني مزمع عجل، سلاما
أيها الأحباب، إن محبة أمل، سلاما كله قبل، كأن صميمها شعل. يعني هذه قطعة من القلب، وهو ينبض بتجربة الموت للمرة الثالثة، ويغوص الشاعر بكله في هذا البئر المظلم، ابتداء من زوجته الشابة، انتقالا إلى خوف من أن يموت الشعر. وإذا مات الشعر عند كارثة، خلاص ماذا يبقى من الجواهري، إلى موت شقيقة المفزع جعفر، اللي تحول إلى قضية سياسية كبرى عنده. فمو تعلم أم أنت لا تعلم بأن جراح الضحايا فمو، إلى أن وصل إلى القاع الذي تحسس قلبه، وقال لقد أسرى بي الأجل. لاحظوا أن الإيقاع يكمن في بناء أولا الوزن مجزوءا، وهو من البسيط المجزوء، مستفعل فاعل. هاتين الوحدتين، واحدة طويلة مستفعل، ياخذ منها شهيق ويترك في فاعل، مستفعل فاعل مستفعل فاعل، وتأتي اللام في القافية كالريليس، كالشيء اللي ينقذه من هذا الضغط في التنفس، الضاغط عليه وهو يقول لقد أسرى بي الأجل وطول مسيرة ملل. اللام تخرج كقافية، تخرج هذا الأنفاس المضغوط عليها من خلال الشهيق والزفير عبر تردد الرئة أو الصدر بين مستفعل وفاعل 4 مرات في البيت، فيستريح شوي الصدر أو القلب في القافية اللام، حتى تنتهي القصيدة. والحمد لله أن الجواهري لم يمت، لكنه في تلك القصيدة قالها وهو يموت. طيب، خلاصة البحث عندي في اللي صورتهم، خلاصة البحث عندي ورقية. أنا يعني أستسمح من الدكتورة، لأن الخلاصة الله يسلمك، لأن الخلاصة مهمة في هذه الفكرة اللي انطلق منها البحث، كانت تشاغلني كثيرا كثيرا، ولذلك أنا أصريت على أن أقدم سيرة
خاصة بي إيقاعيا، لأنني كنت يعني أعيش هذه الفكرة وليست فكرة أكاديمية أو علمية أو كذا. هذا ليس للاستعراض، لم أقدمها للاستعراض، إنما قدمتها كما قدمت الصور التي تجمعني بالشاعر، وقدمت طريقة العرض بالفيديو لكي أجعل الفكرة ليست فكرة فقط وإنما هي قضية. هذه الفكرة اللي انطلق منها البحث تقوم على علاقة وزن القصيدة بموضوعها. هل هناك علاقة؟ وهذا السؤال، هل هناك علاقة في أي قصيدة تكتب بشرط أن تكون عمودية ناجحة؟ أنا أتكلم هنا عن القصيدة العمودية، أن تكون ناجحة، مو أن تكون نظما، لا، أن تكون نظما لا ينطبق عليها. لا أتساءل أمام، وقلت لكم أنا قصيدة التي لا أحس أني حية لا أستطيع التفاعل معها، عندما أتفاعل معها وأقرأها أتساءل هل ثم علاقة بين الشكل العروضي، أي إن كان البحر 16 بحر أي إن كان منهم، بين هذا البحر اللي اختار الشاعر وزنا وقافية والتجربة اللي يكتب عنها اللي حطها في البحر، أم هو هذا الشكل الوزني أشبه بالحقيبة التي يحط فيها الواحد أغراضها ويعدلها وينظمها وكل شيء ويخليها في البيت أو يسافر بها؟ هل في علاقة؟ هذا السؤال اللي أنا انطلق منه. فقلت أهمية هذه الفكرة أن نكشف هذه العلاقة بين شكل القصيدة الموزونة ومضمونها، إذا كان في علاقة، يعني في شيء نستفيد منه عندما نكتشف هذه المسألة. طبعا صعوبة وربما استحالة الربط، هذه أحد الخلاصات اللي وجدتها، صعوبة وربما استحالة الربط التام، ربط التام المطلق بين موضوع القصيدة ووزنها، يعني تطبيق كامل صعب أو مستحيل. بس هذه الاستحالة أو الصعوبة لا يمنع ذلك من افتراض هذه العلاقة تذوقيا، على الأقل تذوقيا، على مستوى كل من العاطفة والتفكير لدى المتلقي. وهنا يدخل المتلقي، هل يا ترى كان الشاعر يرمي بشباك الوزن كي يصطاد المتلقي بهذه العلاقة، ويقوم المتلقي بدوره القصيدة كما هو الآن في النقد الحديث؟ عملية التلقي تقوم بهذه المسألة في النقد الحديث عندنا. هذه من الأشياء اللي وصلت لها. فلا يمنع، لا تمنع الصعوبة دي من عدم وجود التطابق بين الشكل واللي داخله، لا يمنع من افتراض هذه العلاقة تذوقيا عند المتلقي. 5، دور المتلقي في تحسس وتذوق هذه العلاقة الافتراضية بين عروض القصيدة ومضمونها. هذه من الفوائد والخلاصات اللي نستفيد منها في هذه الفكرة عندما نعالجها، وعندما عالجها البحث اكتشفت بهذا الدور انه دور مهم
أنا أعرفه في النقد الحديث لكن لا أعرفه في النقد القديم، ولذلك هذه أول مرة تقال هذه المسألة عن قراءة إيقاع الشعر القديم العروضي ويدخل فيه المتلقي، يدخل فيه المتلقي ليكشف هذا المتلقي من خلال إدخاله، نكتشف أن ثم علاقة متينة بين الشكل والمضمون يقوم بها المتلقي، هذا دوره. ستة، مهمة الناقد، مهمة الناقد إيضاح هذه العلاقة، إيضاح الناقد مهمة إيضاح هذه العلاقة وتأكيدها من خلال تأثراتها أو تأثيراتها الجمالية المتصلة بلغة القصيدة تركيبا وتخيلا. وقد شرحت أنا هذه المسألة التركيب والتخيل في هذا الجزء من السكون المتعرك وهو 3 أجزاء، تدخل فيها المسألة التركيب والتخيل في القصيدة، فدور الناقد أن يوضحها ويربطها بالوزن العروضي. آخر شيء في هذه الخلاصة، وهي خلاصات كثيرة في الحقيقة، بس حرصت على 10 دقائق اللي أعطيت إياها تكرما من الدكتورة. آخر شيء، ربط كل ذلك بمضمون القصيدة وموضوعها وصولا إلى المعانقة الممكنة بين الشكل والمضمون. وقد وصلت أنا في هذا الكتاب إلى ما أسميته التشكيل المتضمن أو المضمون المتشكل، وذكرت هذين المصطلحين، هذا مالي أنا. شكرا لحسن الاستماع، وهذه صورتي مع هي. تفضلي. ماذا أقول بعد كل هذا الكلام الرائع؟ يعني شكرا للدكتور علوي على هذه الخلاصة التي تم التوصل إليها من خلال تلك الفرضية التي انطلقت منها هذه الورقة حول علاقة الشكل العروضي وزنا وقافية بتجربة الموت عند الجواهري. في رأيي الموضوع والطرح والحديث ليس عاديا على الإطلاق، وإنما جعلنا جميعا نغوص معه في عمق هذه التجربة المعززة بالوعي المنسجم مع النص الوظيفي بفاعلية تصويرية حددت الأوصاف المتمثلة في هذه التجربة. وكل الرأى لا شك تمخضت عن زخم ثقافي وتجارب قرائية لدى المتلقي تغلغلت في بنية الخطاب المعرفي الذي تبلور عن عدة قضايا سوف تستفز الحضور، تستفز الوجدان، وتفتح أمامنا العديد من الأسئلة والمداخلات التي سوف نفتح الباب الآن. ولكن لي رجاء حار جدا حتى لا يداهمنا الوقت، فليكن السؤال مختصرا جدا من غير أن ندخل في مداخلات حول هذا السؤال. من لديه سؤال فليسأل السؤال بشكل مباشر.
بسرعة بس أنا عايز أجاوب على سؤال الدكتور علوي. طبعا اللوم هجاوب على حاجة، هو سأل سؤال مهم جدا وهو علاقة الشكل بالمضمون في شعر محمد مهدي الجواهري، ولماذا يختار من المجازيء في البحور الشعرية زي مجزوء البسيط، وقد كان بيختار كمان مجزوء خفيف في الشعر ده. أنا أعتقد في المجازيء هو استعان محمد مهدي الجواهري بالشكل مع المضمون، هو استنجد بهذا الشكل حتى يعينه على المضمون، مضمون الموت وموضوع الإيقاع اللي احنا اتكلمنا فيه. وحسبت لحضرتك ان هي بتختلف من شاعر لشاعر، مش كل الشعراء بيستعينوا بالمجزوء او بحر من البحور عشان يعني يخلوه متسق جدا مع المضمون. احمد شوقي استعان بالوافر وليس مجزوئه، استعان بالوافر وفي قصيدة دامية اسمها دمشق، سلام من فبا برد أرق ودمع لا يكفك في دمشق. بس بجاوب يا دكتور، شكرا جزيلا. تقريبا هو هذا ما قلت، ولو قلت في حالة موت عند أو أي تجربة عند أي شاعر آخر رفيع المستوى كأحمد شوقي، سأعرف طريقة التي عبر بها عن هذه المسألة من الناحية الوزنية. هنا هذه طريقة الجواهري، صوت هذا، بكاء الخاص، دموع الخاصة، كل شيء خاص به، وقد صبها في وزنه الخاص. شكرا. السلام عليكم دكتور هشام الراوي. دكتور أنا أشعر يعني بأن الوقت كان قصيرا جدا لفترة ما عشته أنا أستمع إليك، يعني كانت لحظات رائعة جدا ومؤلمة في ذات الوقت، فأنا أشكرك شكرا جزيلا، وأشكر الجامعة الأهلية على هذه الندوة الرائعة. لكنني أتوقف عند نقطتين ذكرتهما. الأولى تأثير المتلقي في القصيدة، صعب جدا هذا خاصة في الشعر القديم. في الشعر الحديث يعني، وأنا أختلف مع الكثيرين، يعني يضع الشاعر ثقلا كبيرا على المتلقي في نظري تهربا من مسؤوليته تجاه إيصال المعنى، بينما في الشعر القديم يعني يحاول الشاعر أن يوصل أقصى ما لديه من معاني ومشاعر إلى المتلقي، بحيث لا يجد المتلقي خيارا غير أن يعجب أو لا يعجب بما ذكر. والنقطة الثانية هي موضوع علاقة بحور الشعر في موضوع الشعر. حقيقة إن قبلنا بهذا سننتهي إلى أن الشعر مصنف إلى عدد بحور الشعر، وسننتهي إذا إلى أن من كتب فيما يحزن لابد أن يأخذ البحر الفلاني، وإذا كتب الشاعر فيما يسعد فسيكتب في البحر الفلاني، وهكذا. وهذا من الصعب جدا، عدد البحور يعني محدود لا يرقى إلى كل المواضيع التي يتناولها الشاعر. شكرا جزيلا. دكتور هذا اللي قلته صحيح، ولذلك أنا ذكرت في أولا بالنسبة للمتلقي، المتلقي للقصيدة القديمة هناك مستويين ذكرتهما في ستة
خمسة، دور المتلقي بشكل عام اللي هو يسمع القصيدة يطرب لها كذا، وهو يدخل فيها بشكل من خلال الوزن والقافية. والقافية سميت لأنها تدعو إلى تقفيتها، إلى أن تقفو أثر الشيء، ولذلك يصل إلى البيت، إلى آخر البيت ويعود إلى أول البيت، فيمشي المتلقي بشكل دقيق كالفخ الذي نصب له للاستماع، يدخل فيها. لكن هل الأمور الأثرية الأخرى، بس المستوى الثاني هو مهمة الناقد إيضاح هذه العلاقة وتأكيدها من خلال تأثيراتها الجمالية المتصلة بلغة القصيدة تركيبا وتخيلا. دور ثاني أرفع من المتلقي العام، يحاول أن يعتمد على المتنبي، منه يقدر إلى متلقي عادي أن يصل إلى هذه الأعماق التي في شعره. هنا يجي دور الناقد. لا أنا كل واحد راح أرد على جانب علشان نعطي آخر، ما على إذا حرمت. أعتذر جماعة لأن الدكتور إحنا قاعدين من فترة طويلة، فيا ريت إحنا بناخد حسب ثلاثة أشخاص وكل واحد فقط، يعني بس اثنين. الدكتور عبد الله يقول اثنين فقط. تفضل جعفر، وفي بعد أحد ثاني من الاسم اللي من بدري رفع يده، اسمك شو الاسم؟ عقيل. إذن المتبقي مع اعتذاري الشديد حسب رغبة جعفر وعقيل وبنختم. أول شيء شكرا. ممكن ندخل دكتور؟ أول شيء شكرا للجامعة على التحفيز اللي سوته الدكتور. أنت في مساعة في أثناء كلامك سويت رسالة إلى طبعا كل الطلاب وكل الأجيال الجديدة، تأثرك بالمعجم. طبعا في ذاك الوقت أنا من الناس اللي تأثروا بمعاني الكلمات حق الياس، أنطوان الياس هو أحد يعني اللي ليهم معجم كبير، بس في معاني الكلمات يعني ليش اخترت فقط، كأنك أنت تقدم رسالة اليوم لكل اللغة العربية تبغى تتوسع، ولم تذكر آخر مثل الياس، أنطوان الياس، واللي هو معجم الكلمات ماله، وأنا أعتقد هذا كان، وفنينهم طلعوا في نفس الوقت. بس هاي شكرا، ما أبغى أطول. السلام عليكم دكتور، معك عقيل ناجي من سيهات سعودية، منتدى سيهات الأدبي عرش البيان. دكتور أنت أهديتني كل كتبك ومن ضمنها كتب العروض وأنا قرأتها. أنا طبعا أؤيدك في هذه الدراسة، ولكن حبذا لو أضفت لها بعض المقارنات من شعر الجواهري نفسه، وبالذات في القصائد التي من نفس الأوزان بس موضوع آخر، غرض آخر. وستة أجزاء دواوين الجواهري أكيد فيه يعني قصائد ولا حتى مقطوعات، لأن من نفس الوزن، نحن لما ندرس الوزن وإيقاع الوزن، هذا الموضوع فرح وهذا الموضوع رثاء أو موت، نقارن بين جزئيات الصوتية لهذا الوزن في مادة الفرح، ونقارنه أيضا في مادة الحزن والرثاء. سنلاحظ هناك تغييرات جذرية الموسيقى على مستوى الموسيقى الخارجية كوزن بحر، وكذلك الموسيقى الداخلية. والموسيقى الداخلية يمكن ما ترتبط
مستفعل فعل مستفعل فعل، لا، ترتبط بتوزيع الكلمات، توزيع غير التوزيع. يمكن يعطي لكل كلمة تفعيل مستقلة، تفعيل مستقلة، وحدة صوتية مستقلة عن التفعيل اللي ممكن تكون كلمة وجزء كلمة. هذه المقارنات ستنفعنا لتأييد نظريتك الجديدة في دراسة علاقة البحر بالأحاسيس والمشاعر. شكرا. أي أخ عقيل، أنا التزمت بالمنهج الأكاديمي وأنا واحد أكاديمي، وعدنا إحنا مثل في الخليج في البحرين يقولوا إيش لك بالبحر وهواله ورزق الله على السيف. أنا ما دام قصائد الموت قاعدة تعطيني ما أشاء من المعاني والعلاقات مع الشكل، تعطيني هذا الشيء، فشلي بالبحر وهواله، وجدت رزق الله على السيف. الأخ جعفر، الجواب بسيط، أنا لو كان عند مكتبة المحوزي غير المنجد كنت أخذته، ما كان عند المحوزي. أنا عالمي ابتدأ من 6 سنوات وأقل، أقل من 6 سنوات، كنت أخذ من عند المحوزي دائما 3 مجلات، ابتداء من سمير وسندباد ودنيا الأحداث، زين، وأنا ما أعرف أقرأ، أقرأ الصور بس، إلى أن كبرت وهذا عالمي بس ما للمكتبة المحوزي. بعد ذلك قرأت اللي تعرف واللي تعرف واللي تعرف، ما صرنا بروفيسورية كذي. شكرا. اي نعم. ونستميحكم عذرا يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعني سعداء جدا بوجود أستاذي، فأنا تلميذتك في الماجستير، تعلمت على يديك الإيقاع، وما أدرانا ما الإيقاع، وهو أعمق بكثير من البحور العروضية. طيب، في الحديث عن علاقة الشكل بالمضمون أو المضمون مع الشكل، نحن نفترض أن الشكل العروضي عبارة عن قوالب عروضية، ولذلك نفترض كذلك أن الشاعر الأصيل الماجد لا يكتب وفق قوالب، فالشعر لديه إلهام، الشعر الحقيقي إلهام وليس صناعة، ولذلك لا يمكن أن يكتب الشعر الحقيقي بوعي اختيار القالب، فإن لم يكن كذلك صححني دكتور. شكرا جزيلا. لها حق يعني، خلقنا ذكور وإناث. طبعا دكتورة سارة، دكتورة الحمد لله، لا أعرفها طالب، بس أقول يعني خلصت دكتورة، الحمد لله الحمد لله. أنا سعيد بهذه النتيجة، أني ساهمت في هذا المسار طيب اللي انتهى بي أو ارتقى إلى هذا المستوى. طبعا أنا أدرس الإيقاع من منطلق فلسفة الإيقاع، وهذا الكتاب علق عليه كمال أبو ديب تعليق، أتمنى أن الكل يشوفه ليعلم ما فلسفة الإيقاع. وسمعت بأن وزارة المعارف في بغداد وفي العراق اختاروا هذا الكتاب لامتحانات طلبة الدكتوراه بالقبول أو كذا. أنا بعد كم يوم رايح بغداد إن شاء الله للمشاركة في مئوية نازك الملائكة، وراح أسأل عن هالنقطة دي، أنا سمعتها فقط أرويها لكم، ربما لا أكون صح على الصواب. المهم، الإيقاع إن لم تفلسفه
لا تستطيع كمتلقي أن تصل إلى هذه العلاقات الجميلة المتداخلة في بين الشكل والمضمون، لأنك ستمر باللغة. الإيقاع يجبرك على أن تكسر السطح الجليدي للوزن وتدخل ما تحت من حركة وتيارات تدخل في اللغة عن طريق صورها تركيباتها. كل هذا هو محرك الإيقاع، وليس هذا قولي، بل هو قول حازم القرطاجني في نظرية التناسب اللي أنا كتبت عنها، نظرية التناسب، أن تحت في عمق القصيدة العمودية، في عمق البئر، تتحرك ما يحرك الإيقاع فوق. فأنت تقرأ، لذلك أنا ابتدأت في الثلاثية السكون المتحرك بالإيقاع، بجزء الإيقاع، ثم اللغة نزولا، ثم المضمون. عندئذ يعرف من المضمون ما كان يحصل في الإيقاع وعلاقته وترنمه هناك ماذا يعني. ويا أخ عقيل، عندما تأخذ هذه الرحلة ستعرف بأن مستفعل فاعل، سواء كان في الفرح أو في الحزن، هو يرتبط بالقاع الذي يحرك هذا الشيء، فرحا أو حزنا أو مقارنة. كما أن مستفعل فاعل عند هذا الشاعر يختلف عند، حتى عند الشاعر نفسه في تجربة أخرى. شكرا لكم، شكرا لكم، وكل الذين تبقى في رؤوسهم بعض الأسئلة أنا مستعد إذا خرجنا بعدين وعدهم وقت، فأنا سأسخر وقتي لأن أبقى معهم في المناقشة وإحنا نجلس. شكرا لكم.